نحكي ونصلي على رسول الأنام. كان في طفل صغير اسمه مختار. مختار كل يوم الصبح يصحى يغني. شو بغني؟ طلعت يا ما العصافير كتير بتحب مختار وبتصحى الصبح على الأشجار تغني وترفرف بجناحها عشانها كتير مبسوطة بأغاني مختار. الشجرة أعطت مختار من خشبها علشان يعمل عود رنان، والحصان كمان أعطاه من ديله علشان يعمل أوتار لهذا العود. كل يوم بغني بنبسط كل الحي بكون كتير مبسوط معاه. لكن الحقيقة مختار كانوا دينين كتير كبار زي دينين فيل صغير. فبيجوا أهل الحي والولاد الصغار الموجودين في هاي القرية بيقولوا أجا مختار أبو دينين كبار، أجا مختار أبو دينين كبار. مين يقول لي مختار شو لازم يعمل عشان يخبي دينين كبار؟ يعمل عملية تجميل، صح. راح للدكتور وقال له أنا بنفع أقص دقني. قال له بنفعش عشان أنت بتبطل تسمع. طب مين يقول لي شو كمان لازم يعمل مختار؟ برافو، زقفولها. بالفعل مختار راح جاب طاقية الإخفاء ولبسها، بس الخيال تاعه ضل مبين وشافوا الاولاد وصاروا يقولوا له اجا مختار ابو دينين كبار، اجا مختار ابو دينين كبار. اخر شغله حاول يعملها انه هو قرر يرحل من هاي القريه علشان هم جلطوا بتنمروا على دينين كبار. يوم من الايام حمل الكيس تاعه ومشي وطلع برا القريه. مين اجا الصبح اهل القريه كلهم ضلهم نايمين، غلبهم النوم ومش عارفين ليش العصافير بطلت تغني، شبابيك البيوت ضلتها مسكره. صاروا يسالوا شو السبب؟ برافو، لانه مختار ما غناش بهذا اليوم. فسالوا وين مختار؟ مش مختار. اهل القريه قرروا انهم يتقسموا لثلاث مجموعات ويروحوا يدوروا على مختار. اجوا على هاي المنطقة وقالوا لهم شفتوا مختار؟ لا. طيب اجوا هنا شفتوا مختار؟ لا. اجوا هنا شفتوا مختار؟ لا. في راجل كبير في القرية دور كتير منيح على مختار، لما لقاه قال له يا مختار انت ليش رحلت من هاي القرية؟ قال لهم كل القرية بتتنمر على ديني الكبار وأنا حاولت أخفيهم وأقصهم عند الدكتور. أنا كتير بزعل لما هم يتنمروا على ديني. إحنا بنفع نتنمر على بعض؟ بنفع نغلط على بعض؟ قال له أهل القرية كل عياتهم بيقولوا لك إحنا أسفين يا مختار، إحنا سجنا للعود وللأغاني اللي بتغني لنا إياها. أخذ مختار من إيده ومشي مشي 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 وصل القرية من تاني. إلا أجا الصبح مرة تانية، شو بيغني مختار؟ تك 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 يم حلوة ولا ملتوتة؟ حلوة. طب أنا بسألكم أكم بنت